بقول لك ايه يا حبيبي، علبة الجبنة اللي في التلاجة الصلاحية بتاعتها منتهية. وانتي بتبصي في الصلاحية ليه؟ ما تاكلي وانت ساكتة، هي تاتي اشتركت يعني؟ انت بتقولي يا راجل، انت عايزة ناكل حاجة منتهية الصلاحية في ايه؟ تجنيت ولا ايه؟ يا ما يلخبطك، انتي مش حاسة بالدنيا والغلو اللي احنا فيه؟ كلي وانت ساكتة وخلصيني. طب عايزة اعمل كيكة بمناسبة السنة الجديدة. يا نهارك اسود، كيكة ايه يا وليه؟ انت اتجنيتي؟ انت مش حاسة بالمسؤولية؟ انت ما عندكيش دم، انت ما بتتكسفيش من دمك. انت عارفة البيض بكام والدقيق بكام والزيت بكام؟ انت ايه، انت مش عايشة في الدنيا ولا ايه؟ بقولك ايه، انت خنقتيني، انت طالق. يا لهوي،